ومن نيويورك ينضم إلينا مباشرة المحلل السياسي أحمد فتحي. أهلا بك سيد أحمد. أهلا بك. سيد أحمد، لاحظنا تباينا بين موقفي بان كي مون وكوفي أنان من الأزمة السورية، وأنان اتسم خطابه بالاعتدال على خلاف ما قاله رئيس الجمعية والأمين العام. هل هذا يعني أن البعض لا تعجبه حقيقة ما يجري على الأرض؟ بالطبع لا، خطاب بان كي مون يعني في ضوء مهامه كسكرتير عام للمنظمة الدولية يتعاطى مع الوضع على الأرض بصفة يومية، وقد ذكر بان كي مون للمرة الأولى أنه تم إطلاق الرصاص على المراقبين للسلام في سوريا وهم كما نعلم غير مسلحين، فبان كي مون يتحدث من مرجعية الأمم المتحدة. أما بالنسبة لكوفي عنان فهو مبعوث مشترك، وكوفي عنان يقوم بزيارات متكررة إلى سوريا وعلى اتصال، ويجب له أن يكون له قبول لدى النظام السوري. رأينا أن النظام السوري رفض على سبيل المثال إعطاء السيد نصر القدوة تأشيرة للدخول بالرغم أنه نائب لكوفي عنان، فالنظام السوري يجب يعني بيتعامل معها كوفي عنان بحساسية شديدة ليتم استمرار قبوله كوسيط في الأزمة. مفهوم. بشار الجعفري أعرب عن استعداد الحكومة السورية لاستقبال لجنة تحقيق من دول محايدة، هل يقرأ ذلك على أنه تحول ربما في موقف دمشق؟ أنا استمعت لخطاب السيد بشار الجعفري الطويل جدا والذي امتد لحوالي 25 دقيقة، وبكل صراحة هو إعادة تدوير لدفاعات نظام بشار الأسد. نظام بشار الأسد فقد للشرعية الدولية أمام المجتمع الدولي والجمعية العامة، يعني جلسة النهاردة في الجمعية العامة أكبر دليل، وشرعية بشار الأسد لا توجد إلا في موسكو وبكين وطهران. بكل أسف هذا هو الوضع الذي يجب أن نعيه ونتعامل معه في إطار الأزمة السورية والاعتداءات الوحشية الدموية التي تمارس ضد المواطنين السوريين الأبرياء. تشوركن قال إن تقديم السلاح لجماعات للمعارضة يزيد من اشتعال النار في سوريا، ولابد من دعم خطة أنان باعتباره الحل الأنسب للأزمة، ما رأيك؟ خطة أنان كما قلت في الماضي إنها لو تم احترامها وتنفيذها على الأرض فهي تعطي مخرج مشرف ونهاية مقبولة لجميع الأطراف، ولكن أين خطة عنان؟ مع احترامي للسفير تشوركن إلا أنه لم يأتي أيضا بجديد. الوضع في سوريا بيتدهور يوم بعد يوم ولا يوجد أمل في الأفق. هل يصمت المجتمع الدولي أمام المذابح التي ترتكب بطريقة منتظمة؟ إحنا هنصل في مرحلة مع الأزمة السورية أن تكون حرب أهلية شاملة، وسيحدث يعني يتطور الموقف إلى أن يصير هناك صراعات مسلحة ليس فقط في سوريا ولكن في العراق ولبنان والأردن ومناطق من تركيا. الوضع حساس وخطير ولا يجب التعامل معه بأسلوب التأجيلات. ولكن هذه المجازر سيد أحمد، هذه المجازر النظام السوري ينأى بنفسه عنها. النظام السوري فاقد للشرعية ولا يثق به أي دولة في العالم إلا كما ذكرت شرعيته موجودة في موسكو وبكين وطهران، وإن يسأل في أي عاصمة دولية أخرى فلن نجد أي تعاطف مع النظام السوري. طلب أمين نبيل العربي الأمين العام لجمعية الدول العربية بتطبيق عقوبات الفصل السابع فيما عدا الشق العسكري، أنا أعتقد أنه يلقى قبولا شديدا في داخل الجمعية العامة، وسنرى في خلال الساعة القادمة تقرير لجنة مراقبة الوضع في سوريا على مجلس الأمن. شكرا لك من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. شكرا كارين. شكرا.